طيب عايزين نروح للمداخله مهمه جدا مع الكابتن ياسر ريان نجم نجوم النادي الاهلي السابق والمدير الفني لفريق النادي الاهلي مواليد 2004 واللي فازوا النهارده في مباراه مهمه جدا على المقاولين العرب بنتيجه 4-3 بعد ما كان متاخر بنتيجه 2-0 والهدف كمان الاخير جه في الدقيقه الاخيره. يا كابتن ياسر مساء الخير عليك. مساء الخير يا امير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله والله. معلش صوتي بس راح من المباراه، ما انت عارف. الله يعينك الله يعينك. احنا فرحانين طبعا باحمد جدا وبنبارك لك على احمد ياسر وفوزه طبعا ببطوله الامم الافريقيه وتاهله الاولمبياد مع المنتخب، وان شاء الله نتمنى له الاستمراريه. عايز اكلمك على مباراه النهارده، مباراه مواليد 2004، وازاي المباراه دي كانت اجواءها ماشيه ازاي بعد ما تاخرنا، عملت ايه في المباراه دي عشان نرجع كده؟ والله بص يا امير، هي مباراه متعه يعني، ان شاء الله تتذاع على قناه الاهلي اكيد. ان شاء الله طبعا. تتفرج على المباراه كانك بتتفرج على فرقتين كبار. كويس. فرقه المقاولين فرقه محترمه، فرقه ادت اللي عليها. بس هو لازم يعرف لو بيلعب النادي الاهلي، ودي ممكن يكون الناس تبقى تسرح شويه. كويس. ان انا على فكره الماتش لو اتسرى المباراه لو انا قلته لك 2-0 او 1-0 المقاولين، 2-0 المقاولين، 2-1، 2-2، 3-2 للمقاولين، 3-3، 4-3 للاهلي. ماتش مميز. انا الحمد لله غيرت التكتيك بتاعه اثناء المباراه وغيرت شكل الفرقه، انا بلعب على مكسب وبلعب على بطوله. اكيد. طبعا ولا بعدنا كمان الحمد لله، يمكن لو سابت حلاوه ولا بحط اعترض على حكم ولا بحس ليه، احنا بنلعب باسم النادي الاهلي. بالظبط صح. لازم قبل النتيجه لازم يكون السلوك بتاعنا يكون سلوك حضاري للفرق كلها. صح. حتى لو قدر الله وخسرت او النتيجه مش كويسه بتبقى برضو دي في وشنا، فانا عمر الحكم حسب عليها ضربه جزاء كابتن محمود، ومع ذلك انا ليا ضربه جزاء قبلها ما اعترضتش وحسب ضربه الجزاء والماتش ماشي الحمد لله. زي ما انت شايف كده، انت بتتكلم على، انا قلت قبل كده وما زلت بقول، انا دعم الفريق للنادي الاهلي، ممكن ما اخدش بطوله. كويس. ممكن على المدى البعيد، انت عارف بلاعب فرق يا امير، بيلعبوا باسماء اولاد ثانيه وبيلعبوا باسماء ناس ثانيه وقصص كبيره، والحمد لله كابتن فتحي وكابتن هشام حنفي والمجموعه الاداريين اللي عندنا كمان، يعني احنا ماشيين في الاجراءات دي برضه علشان نجيب اوراق، يعني احنا مش بنشك في حد، بس احنا بنقول ده حقنا، حق مشروع لينا. انا ما بقولكش هات مواليدك اللي هي الحقيقيه، لكن انا اروح العب فرق الاقي المواليد بتاعها 2000 ومعايا ورق زي كده، فهمت؟ تشوف الاثباتات، مفيش الاقي ابني من ولادي بيلعب 2004 وبتلعبني مواليد 2001، صعب جدا 3 سنين فرق. دي جزئية مهمة جدا لازم يتم علاجها، ما اعرفش ازاي تتعالج بصراحة يا كابتن ياسر، بس لازم يبقى في نظر فيها. احنا بص يا امير، المشكلة اللي مقابلانا احنا النادي الاهلي ما بنعرفش ناخد مركز ثاني. صح. وما بنقبلش ناخد مركز ثاني ولا ثالث. المركز الثاني والثالث بالنسبة لنا يبقى احنا كده ما نجحناش. النادي الاهلي بيلعب على بطولة، الفرقة كلها ما بتفرقش معاها، اغلبية الفرق يعني احتراما طبعا كله بيجتهد، بس الفرقة تقول لك انا بلعب خلاص. صح. مش فارقة معايا مركز ثاني من ثالث، لكن النادي الاهلي فريق معاه مركز اول. وانا ده اللي معود على لعيبه النادي الاهلي، انا بلعب باسم النادي الاهلي لازم على قد المسؤوليه. صح. حتى لو بلعب ناس اكبر مني، التيشيرت اللي انت لابسه ده انا بقول لهم ايه تيشيرت النادي الاهلي؟ قيمته ايه؟ اي واحد، وانتم محظوظين ان انتم في النادي الاهلي. يعني انتم محظوظين ان انتم لابسين تيشيرت النادي الاهلي. صح. خليك على قد المسؤوليه. صح. الحاجه الثانيه اللي انا يعني برضو بقول للعيبه بتاعتي، انا عندي 11 لعيب وعندي ما شاء الله اسطول من اللعيبه ما شاء الله. بس اعذروني انا يعني انا غصب عني بدي اللي انا بثبت فريق، لكن انا عندي مجموعه ثانيه وثالثه يا امير بقول لك ما شاء الله مستوى عالي جدا. كويس. هي ظروف البطوله وظروف الماتشات وضغوط الماتشات ورا بعض مخلياني اثبت فريق، بس مش اكتر. ده شيء مهم، وبنبارك لك يا كابتن ياسر طبعا على الفوز ده، ونتمنى لك كل التوفيق، واحد من ابناء النادي الاهلي المميزين. لكن برضه انا عايز استغل فرصه تواجدك معانا كابتن ياسر يا جماعه. معاك. طيب عايز استغل فرصه تواجدك معايا واسالك على مباراه بكره ما بين الاهلي والنجم الساحلي، تشوف المباراه دي ازاي وتوقعاتك ليها ايه؟ لا ما انت بص يا امير، مباراه النجم الساحلي والاهلي احنا لازم من جوانا احنا عارفين هي مباراه صعبه جدا. طبعا ضغط نفسي وعصبي كبير جدا. واللعيبه عندنا برضو عندهم الحمد لله ماشيين كويس جدا في الدوري الممتاز، الحمد لله خطوات ثابته كويسه قوي. اعتقد دي ده فعلهم اللي هم يعملوا نتيجه واداء في النجم مع النجم الساحلي ان شاء الله. النجم الساحلي احنا الحمد لله كنادي اهلي احنا بنحترم اي فريق بنلعبه وبنقدره وبنديله قيمته طبعا، ونجم الساحلي ان فرقه كبيره ولها كل الاحترام والتقدير، بس هو برضه بيلعب النادي الاهلي وعارف المباراه صعبه عليه اكتر ما صعبه علينا احنا. الحمد لله عندنا كم من اللعيبه موجودين وحالتهم الفنيه والبدنيه كويسه جدا، واعتقد الامور ان شاء الله بنتمنى ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى التوفيق يحالف لعادتنا وحالف الجهاز الفني، وان شاء الله يكون من نصيبنا الاول 3 نقاط، وانت عارف المجموعه بتاعتنا برضو الهلال السوداني ومدريد
وبلاتينيوم بلاتينيوم ومعانا نجم الساحلي، فرق برضه تقيله مش قليله طبعا طبعا في بطولات افريقيا. اكيد. انا بشكرك كابتن ياسر، شكرا جزيلا، نجم النادي الاهلي السابق ومدير الفني المواليد 2004 بالنادي الاهلي.